بإشراف الناتو، مناورات بحرية بين المغرب وإسبانيا في المتوسطة. المغرب يطرد شركة عالمية وكبيرة والسبب غير متوقع. شركة كورية تعلن اتفاق ضخم مع الصين لإنشاء أكبر مصنع في العالم بالمغرب. بإشراف الناتو، مناورات بحرية بين المغرب وإسبانيا في المتوسطة. بإشراف من حلف الشمال الأطلسي الناتو، أجرت البحرية الملكية المغربية مناورات بحرية مشتركة إلى جانب الجيش الإسباني في البحر الأبيض المتوسطة حسب ما أورده موقع دي فينيسيا. وشارك المغرب في المناورة بالفرقاطة طارق بن زياد، فيما شاركت البحرية الإسبانية بفرقاطة مينديز نونيز. وحسب نفس المصدر فإن كلتا السفينتين قامتا بمناورة بمياه البحر الأبيض المتوسطة في إطار شراكة المغرب مع الحلف الشمال الأطلسي. ما رأيكم في هذا؟ المغرب يطرد شركة عالمية وكبيرة والسبب غير متوقع. في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي التي فرضت تداعيات جائحة كورونا، سرع المغرب في السنتين الأخيرتين من وسيلة دعم للصناعة المحلية الرامية إلى توفير ملايين الدولارات التي تصرف في صفقات استيراد منتجات عدة بما فيها المشروبات الكحولية التي تدخل 2 مليار درهم كضرائب في خزينة الدولة حسب السنة المالية لـ 2022. وفي وقت توقع الحكومة المغربية ضمن قانون مالية 2023 أن تبلغ مداخل النبيذ والكحول حوالي 859 مليون درهم و 1.1 مليار درهم بالنسبة للجوعة. مع نهاية العام الجاري، قررت الشركة الرائدة في إنتاج البيرة وقف إنتاج وتوزيع علامتها التجارية هانكين في المغرب وعدم تجديد عقد ترخيص لإنتاج وتوزيع المنتجات التي وحدتها مع الشركة الهولندية متعددة الجنسيات والتي ستنتهي في دجنبر من هذا العام الجاري 2023. ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع معدودة على قرار الشركة ذاتها سحب أعمالها البالغة 300 مليون دولار في روسيا مقابل أورو رمزية بيد أنه بدون نفس الرمزية أو الهدف البيعي. قررت الشركة الهولندية متعددة الجنسيات الانسحاب الآن من المغرب بقرار من الجمعية المغربية للمشروبات التي باتت تفضل المنتج المحلي. وأعلنت الشركة المذكورة وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء ورائدة في إنتاج البيرة في المغرب عن انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في دجنبر 2023 لإنتاج وتوزيع منتجات العلامة التجارية هانكين، مورد أن الإدارة مشتركة بينها وبين الجمعية المغربية للمشروبات من أجل عدم مواصلة هذه العلاقة. وبهذه الطريقة لفت البيان إلى أن مجموعة كاسل، ثاني أكبر مصنع للجوعة في إفريقيا، تقوم بإنتاج وتسويق العلامة التجارية المعترف بها والمقدرة من قبل المستهلكين منذ عام 1949، وتعتزم مواصلة تطوير علامتها التجارية ذات الجذور المحلية القوية. وأشارت الشركة ذاتها إلى أنه في عام 2022 شكلت مبيعات هانكين حوالي 17% فقط من المبيعات الإجمالية، وبالتالي سيتم استبدال هذه الشركة بالعلامة التجارية التاريخية لمجموعة كاستل جروب التي تم تعزيز مكانتها بقوة في السنوات الأخيرة. وفي وقت شددت فيه الشركة الرائدة في إنتاج البيرة على أن هذه المستجدات لن يكون لها أي تأثير على حسابات السنة المالية 2023، قال سيباستيان إيف ميناجر الرئيس التنفيذي لمجموعة كاستيل جروب إن هذا فصل جديد وفي هذه الشراكة تعلمنا الكثير من بعضنا البعض. ولقد استثمرت شركة إس بي إم بشكل كبير في تدريب فروقها والحصول على أداة صناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية وتلبية المعايير المطلوبة، وقد قدمنا لمستهلكينا منذ أكثر من 100 عام بيرة مغربية تم تخميرها وتعبئتها في مصنعنا في الدار البيضاء. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة أنا واثق جدا من المستقبل وفي قدرتنا على مواصلة نمونا من خلال الابتكارات وتطوير علامتنا التجارية البارزة. لن نتوقف أبدا عن إرضاء عملائنا والدفاع عن صنعها في المغرب. يذكر أن الرسوم المفروضة على استهلاك الجوعة والكحول دخلت حوالي 867 مليون درهم في خزينة الدولة برسم النصف الأول من السنة الجارية بارتفاع سنوي ناهز 8.7% وفق تقرير تنفيذ الميزانية في الربع الثاني من السنة الجارية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. وبلغت المداخل المتأتية عن رسوم استهلاك النبيذ والكحول 400 مليون درهم فيما تم شهر يونيو، فيما استهلاك المغاربة للجوع ساهم في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع مشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك. ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات حسبية لكل من خالف ذلك قد تصل إلى 6 أشهر. شركة كورية تعلن اتفاق ضخم مع الصين لإنشاء أكبر مصنع في العالم بالمغرب. أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية يوم الأحد عن اتفاق الشراكة مع المجموعة الصينية هايو من أجل إنشاء مصنع في المملكة المغربية متخصصة في إنتاج مادة الكاثود المستخرج من فوسفات الليثيوم والحديد، والتي تستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات. وحسب بلاغ للشركة نقلته الصحافة الآسيوية، فإن اختيار المغرب يرجع إلى كونه يمتلك اتفاق للتبادل التجاري الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى توفر البلد على أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، حيث ستكون هذه المواد الأولية متوفرة على المستوى المحلي لفائدة المصنع. ووفق نفس المصدر، فإن الشركتين تسعيان للإسراع في إنشاء هذا المصنع بالمغرب من أجل أن تكون الانطلاقة الرسمية له في الإنتاج في سنة 2026، مقدرة أن تكون كمية الإنتاج تصل إلى 50,000 طن متري موجهة لتركيب في 500,000 سيارة كهربائية. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن شركة هوايو الصينية التي تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة مكونات البطاريات الكهربائية للسيارات، كانت قد أعلنت مؤخرا عن عزمها إنشاء مصنع ضخم خاص بإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك في جهة العيون الساقية الحمراء بالصحراء المغربية. وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية والمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، فإن وفدا هاما من الشركات الصينية المذكورة قام بزيارة ميدانية لجهة العيون الساقية الحمراء من أجل إعداد الإنجاز المشروع بغلاف استثماري يناهز 200 مليار درهم على مدى 7 سنوات إلى غاية 2030. وحسب ذات المصدر، فإن هذا المشروع الصيني الواعد من المرتقب أن يساهم في خلق أزيد من 13,000 منصب شغل قار مباشر، وتطوير منظومة مندمجة لإنتاج البطاريات بجهة العيون الساقية الحمراء. وستغطي هذه المنظومة حاجية السوق الوطنية والأوروبية والأمريكية في مجال صناعة مكونات البطاريات الكهربائية بنسبة 30%، أي ما يناهز حاجية بطاريات أزيد من 6 مليون سيارة في أفق 2030 وفق البلاغ. وأضاف ذات المصدر بأن زيارة الوفد الصيني حظيت بمواكبة من المركز الجهوي للإستثمار بتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات، وقد جاءت هذه الزيارة في إطار الجاذبية المتنامية لجهة العيون الساقية الحمراء التي تستفيد من دينامية تنموية متسارعة وتطور ملموس لمناخ الأعمال بفضل رؤية الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية.